يقول: ما حكم من يفعل السحر من المسلمين ظناً بأن ذلك جائز ومباح؟ إذا كان جاهل يبين له، فإذا أصر فإنه يكفر بذلك. السحر كفر، تعلمه وتعليمه، تعلمه وتعليمه، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ينهون عن تعلم السحر كفر، ينهونه عن ذلك. نعم. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، بأي شيء؟ يعلمون الناس السحر.